ان شاء الله بيقبرني هالتم. انبسطتي هيك صرتي مرتي بالحلال؟ لا مو كثير، لانه لسه كتب كتاب براني. لك يفضى عينك، شلون ما انخرطشت ما برضيكي؟ الو، المطلوب صار بالحفظ والصون سيد راسي. مسكته لموفق؟ كان عم بيضبط حاله لحتى يشمع الخيط، بس بعون الله يعني وحسن التدبير قدرنا نلقطه. وحش بشري يا ابو البراق، تاخذ لي على الكراج فورا، 10 دقائق بنلتقى هنيك. والله وعد يا موفق الكلب. بدك تمشي؟ يا حبيبتي لازم امشي، شغله ضروريه ما بتترجع، ربما برجع لعندك. يا اهلين وسهلين، لك يا اهلين وسهلين. هذا ليش هيك حاطه بكيس نظيف؟ هذا اوسخ من الزباله. اللي مبروك. على شو يا بي؟ على العروس. ابو البراق لا تبلش تشتغل فيني. عم تستكتر علينا؟ لسه هلا جبنا لك خروف مكتر. ما قلنا شيء، بس بدك تخرطي السيارة فرد مرة. لك مو انت قلت بدك يا مهما كان التمن. لك علي الحلال عملت استنفار شامل كرمال حضرتك. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، هي القطعة ما فيها وراء ولا بعرف شو حكايتها، حواجز ما حواجز انا ما خصني. لك انا ابو البراق، انا هلا انا بدي اسال عن حواجز؟ لك والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ابو البراق، المشكلة انك موال. مفتاح بلبس ايدي، شغل وتيسر، مبروكة. لك الله يبارك لي فيك يا معدل يا موجب، يا ابن العالم والناس. مهونة يا كابر، على معكو. أنا ما نبهتك ما تلعب من ورا ظهري. لك ليش ما سمعت مني؟ أنا معتصم لك. بس لك شك تطول. لك بتخرس، ما بدي اسمع ولا كلمة. يخرب بيتكم العمى بعيونكم، وصف يا حدا نظيف، كل أوصف من بعضهم. لك أنا بدك تسرقني، لك أنا بدك تسرقني. لك جربوا كثير قبلك ما زبطت معهم. أنا بدك تسرعني. الله يبعث لك إياهم حلوة يا بنتي، أنت وأخواتك. آمين.